زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوت كوم لو شيفر. مرحبا في لو شيفر، نحكيو مع رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم سيدة سارة الشنوسي. مساء النور، اهلا وسهلا. مرحبا مدام سارة، رمضانك مبروك بالمسبق، اهلا وسهلا. يعيشك عسلامة، وتحية ليك وتحية لجميع المستمعين، وإن شاء الله بالمسبق رمضانكم مبارك إن شاء الله أجمعين. مرحبا بك مدام سارة. فلكيا شهر رمضان، متى يمكن رؤية الهلال؟ وفلكيا ما هو أول أيام شهر رمضان الكريمة؟ إيه، جرت العادة ما نمشي نقوم برصد هلال شهر رمضان دائما وابدا في يوم 29 شعبان. المره هذه يوم 29 شعبان باش يكون موافق ان شاء الله نهار الاحد 10 مارس، بما انه احنا بدينا يوم 11 فيفري شهر شعبان. دونك احنا باش نتعرفوا اسكو فما امكانيه رصد الهلال ولا لازم نتعرفوا على وضعيه القمر يوم غروب الشمس يوم رصد هلال شهر رمضان اللي هو نهار الاحد 10 مارس. كيفاش باش تكون الوضعيه؟ الشروط الاولى، اول حاجه لازمنا نعرفوها هو وقتاش يصير اقتران القمر، معناتها كما احنا بلغتنا نقولوا ولاده القمر. الاقتران هو اقتران مركزي، معناتها وقت يتوسط القمر الارض والشمس. هذا باش يكون وضعي، هذا باش تكون نهار 10 في 10 مارس نهار الاحد بالطبيعه، مع 9 نتاع الصباح توقيت الكونيه مع توقيت تونس باش يولي ال 10 نتاع الصباح. دونك نهارتها موجود، دونك ثم اقتران القمر، دونك باش نهارتها يوم الغروب الشمس باش نخرجوا لرؤيه الهلال لرصد الهلال. الغروب وقتاش باش يكون؟ باش يكون مع 6:23 دقيقه، معناتها في الوقت هذاك بالضبط يكون القمر عمره 8:23 دقيقه. لهنا هذا هي العمر نتاعو. وضعيته كيفاش باش تكون وقت الغروب الشمس؟ باش يكون هو فوق الافق باربع درجات. وعنده ويبعد شوية على شمس أرض، معناتها هو قاعد يدور حول الأرض، دونك ثمانية سوية ما قعدش هو في الوسط بالضبط ما بين الشمس أرض، لكن بعد عن الخط شمس أرض بعد بخمسة درجات. هو قد ما يبعد أكثر قد ما تكون فرصة سانحة. علاش قد ما يبعد أكثر؟ عند غروب الشمس يكون هو أعلى فوق الأفق. معناها تكون الفرصة أكثر باش نشوفوه هكا. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. المكس نتاعو شنو معناتها المكس؟ قداش يقعد بعد غروب الشمس؟ باش يقعد 18 دقيقة، بما أنه باش يغرب مع 6:41 دقيقة، دونك باش يقعد فوق الأفق 18 دقيقة، ومع هو ارتفاعه أربع درجات وبعده القوس اللي هو قلت لك عليه معناتها بعده عن الشمس بخمسة درجات، هذاك ما يستحيل فيه رؤية هلال شهر رمضان، معناتها لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب. في الوضعية هذه فلكيا احداثيات الفلكية للقمر دول اللي انه كونه تجسم اللي كونه ما ينجمش يتراه بالعين المجردة ولا بالتلسكوب. هذاك علاش حسب الحسابات الفلكية نهار 11 مارس باش يكون هو متمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء 12 مارس باش يكون هو فاتح لشهر رمضان. هذه وضعية وقت اللي يكون هذا نحسبه بالحسابات الفلكية، معناتها حسب الحسابات الفلكية وضعية القمر شكون باش تكون الرؤية منعدمة. مادام الرؤية منعدمة معناتها ما نجموش معناتها نهارتها نهار اثنين نقولوا راهو رمضان، ما باش نقولوا راهو مازال وقتها عندنا متمم لشهر شعبان. هذايا في تونس فقط ولا نحكيو على كافة الدول العربية؟ هذايا في تونس، الدول الإسلامية بلاتو في الدول الإسلامية اللي هما الشرق مدينة تونسية وبلدان الشرق، هذوما تصعب أكثر رؤيتهم لأنه هما تغيب عندهم الشمس قبلنا احنا، معناتها عمر القمر ديجا باش يكون أصغر. يعني احنا عندنا فرصه باش نشوفوا اكثر ومش باش نشوفوا. يعطيك الصحه. بلدان الغرب هما اللي يشوفوا خيطه، وكما امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه باش ينجموا يشاهدوه، خاطر هما عندهم ديجا غروب الشمس بعدنا بتجي بخمسه ولا سته ساعات، دونك باش يكون العمر اكبر نتاع القمر وتكون فرصه سانحه باش يشوفوه بالتلسكوب. معناتها فلكيا يوم الاثنين هو المتمم، ويوم يوم الثلاثاء هو اول يوم في شهر رمضان المعظم ان شاء الله. يعطيك الصحه. هذاك نعتمدوا على الرؤيه فقط. فلا. البلدان
كيما مثلا البلدان اللي باش تعتمد الرؤية فقط، لكن فما بلدان تعتمد الحساب الفلكية. يعطيك الصحة، الحساب الفلكي يقول هو موجود القمر، يقول هو في بلادنا احنا ديجا 8 سوايع، في بلدان اخرى موجود حتى 6 ساعات، المهم موجود القمر. من غدوة باش يصبح القمر معناتها مرتفع فوق الافق، باش يكون عنده معناتها عمره اكثر من 30 ساعة. دونك هذا علاش يستأنسوا بالحسابات، وفما بلدان باش تعلن اللي هو يوم الاثنين هو فاتح لشهر رمضان. معناتها كالعادة احنا في الدول الاسلامية الناس تصوم بسنين وناس تصوم بثلاث، مستحيل نصوموا مع بعضنا الناس الكل، معناتها صعيبة الوضعية. البلدان اللي تعتمد على الرؤية على الرؤية وفما على الحساب وفما وكنا احنا على الرؤية استئناسا بالحساب هكا ولا؟ يعطيك الصحة، احنا على الرؤية ونستأنسوا بالحسابات الفلكية. نستناو على كل سيد مفتي الجمهورية. سيد مفتي الجمهورية هو الجهة الوحيدة المخولة للإعلان على شهر رسمي للإعلان رسميا بالطبيعة على شهر رمضان المعظم. حبيت نشكرك، تحياتي ليك ولكل العاملين في مدينة العلوم مدام سارة الشنوسي رئيسة مصلحة الفضاء الكون. شكرا ليك، فضلك صلاة رمضانك مسبق، رمضانك مبروك بالمسبق ليك وكل العاملين معك وكل السادة المستمعين. شكرا ليك للتجزيل، لكم تحية وتحية اللي يخدموا معك الكل، وإن شاء الله رمضانكم مبروك. يفضلك، شكرا ليك للتجزيل، إلى اللقاء، احنا مواصلين معكم لقاءنا.